نهاية 9 أو موسم 11 مفترض يتم سنتين، ما أثر برضه في عمره سنة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات في مجموعة الباحثين السودانيين، أسعد الله أوقاتكم ومساكم سعيد. أنا وفي خميس عبد الله مشرف مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم معنا الضيف باشمهندس محمد دلال، هيقدم لنا نبذة مختصرة عن فرص الدراسة والمنح في جمهورية قبرص الشمالية التركية. باشمهندس محمد دلال هو يتخرج من جامعة العلوم والتقانة في 2012، درس بكالوريوس تقنية معلومات، والآن هو طالب ماجستير في هندسة نظم المعلومات في جامعة قبرص الدولية اللي هي سايبرس انترناشونال يونيفرسيتي في قبرص الشمالية التركية، أو زي ما بيختصرونها بال KKTJ باللغة التركية. بالله كبرس، وزي كبرس تركيا جمهورية، الناس اللي بيعرف اللغة التركية. مش مهندس برضه هو مطور أنظمة ويب وسطح مكتب. باشمهندس تفضل عرف نفسك بصورة اللي انت عايزها وواصل، تفضل. افتح الميكروفون بس. تمام كده كويس كده، تمام تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجموعة الباحثين السودانيين، مساكم خير إن شاء الله. فأول مرة نطلع عليكم، فإن شاء الله نقدم لكم إضافة ممكن الناس تستفيد منها بإذن الله. محمد أحمد آدم بلال، هو طبعا خريج التقانة كما تشرف الأخ وافي، وحاليا أدرس ماجستير في جامعة قبرص الدولية اللي هي سايبرس انترناشونال يونيفرسيتي في قبرص الشمالية التركية. فحابي أشارك التجربة اللي أنا يعني حصلت عليها في الفترة دي، وبالنسبة لناس كثيرين تجهل قبرص فما يعرف عنها الكثير، وفي ناس يعني معلومات عنها متضاربة. طبعا في ناس بتخلط بينها وبين قبرص اليونانية، فأنا أحاول أوضح بعض النقاط وأدي الناس فكرة عن الجامعات هناك والدراسة والفرص الموجودة هناك بالنسبة لدول عنده الرغبة يدرس هناك، وكذلك المنح، فرص المنح. طبعا أيضا فيها فرص منح، في أنا شخصيا يعني دارس بمنحة، فناس كثيرة ما تعرف عنها شيء. فإن شاء الله اليوم أشارككم المعلومات اللي أنا يعني حصلت عليها أو لقيتها في الفترة اللي أنا قاعد فيها يعني. فإن شاء الله يكون في أكبر قدر من الناس تشارك على سنه تعم الفايدة بإذن الله. على بركة الله نبدأ. سيد راهي، تفضل يا باشمهندس. بالنسبة للدراسة في قبرص، نبدأ طوالي طبعا نخش في الموضوع. بالنسبة للدراسة في قبرص، طبعا قبرص هي يعني قسمين، قسم تابع لليونان وقسم تابع لتركيا. هي طبعا الجزء الأكبر تابع لليونان. فقبرص التركية هذه يعني توجد فيها مجموعة من الجامعات، تقريبا حكاية هي جزيرة صغيرة جدا، أظن أقل من أصغر ولاية في السودان، لكن فيها جامعات كثيرة، يعني فيها حوالي 24-25 جامعة. معظم الجامعات خاصة، من جامعة واحدة اللي هي حكومية، جامعة الشرق البحر الأبيض المتوسط اللي هي إيميو، يقول لها إستري ميديتيرين يونيفرسيتي. فهذه جامعة حكومية، أما باقي الجامعات كلها خاصة. الجامعات بالنسبة للقبول فيها يعني ممكن تكون سهلة جدا مقارنة بتركيا، يعني وبما إن هي بتدرس بالإنجليزي يعني الناس بيرقبوها وبيقدموا لها، ويعني معظم الطلاب اللي بيجوا من الخليج يمشوا هناك، يمشوا يدرسوا في قبرص هذه، لأن أول حاجة الدراسة بالإنجليزي، ثم ثانيا الدراسة بالإنجليزي والرسوم. بالنسبة للرسوم يعني تتراوح الهندسات بين 2500 لحد 3300 يورو أو دولار،
بالنسبة للهندسة، والإدارة كذلك الإدارة من 2500 لحد 3200 3300 دولار أو يورو للسنة، فنسبيا أرخص الرسوم من تركيا. والشيء الثاني مثلا بالنسبة للطب، برضه الطب مقارنة بتركيا أو حتى أوروبا هو رخيص جدا، يعني حاليا ممكن 10,000 يورو سنة الطب، الطب البشري، و8,000 تقريبا للطب الأسنان. ممكن يعني طالب يقبل الرسوم هذه في قبرص، آسف. فالرسوم يعني زي ما قلنا أقل من تركيا، ده الشيء اللي بيخلي الطلاب إنه يعني كثير من الطلاب يفضل يدرس هناك في قبرص. وفي في جامعات والله ممتازة جدا في موضوع الطب، يعني في زي جامعتين كده اللي هي من أعرق الجامعات، اللي هي جامعة ليامي زي ما ذكرتها، جامعة النيرس، فيعني متمكنين في مجال الطب ده ورسومهم، مع إنه ليامي شوية يعني رسومه قريب لتركيا زي 20,000 دولار للسنة، لكن مستواه كويس جدا. والنيرس قاعدة 12,600 للسنة يورو. فالطلاب يمشي يدرس هناك، فالناس اللي بتزعل عن الدراسة وعندها الرغبة وعندها الناس يبقوا الدراسة في قبرص، فقبرص الدراسة فيها يعني متاحة وسهلة جدا، القبول فيها سهل يعني ما صعب، يعني من النادر جدا إنه طالب يترفض أو ما يقبل من الجامعات، لأن جامعات كثيرة جدا وهي بلد صغيرة وجامعات كثيرة، يعني حتى استثمار أظن الاستثمار شغالين فقط على الله. على التعليم والسياحة، ما أظن عندهم شيء ثاني يعني، بس أخيرا ظهر لهم النفط اللي هو الغاز اللي بيتشاكل في البحر الشرق المتوسط ده، لكن الأساس هو التعليم، جامعات خاصة كثيرة جدا الحكومة داعمة، والسياحة، فدي الأشياء اللي بتدخل بلد الناس تكون شوية يعني متحسبة لها، اللي هي موضوع إنه قبرص هي شبه معزولة يعني من العالم كجزيرة، بالذات الأجانب التركي، يعني أصلا دول كثيرة ما محترفة بها، لكن التعليم بالذات مرتبط بتركيا، يعني أنت لما تخرج من قبرص هذه كأنك درست في تركيا، لأن لازم تصرف شهاداتك من الخارجية التركية في تركيا هنا، يعني أنت لما مثلا شهادتك تمشي بيها بلدك وتمشي بيها مكان ثاني باعتبارها زي درست في تركيا، لأن أصلا كل الأمور الدبلوماسية والسياسية مع العالم الخارجي قبرص بتتم عن طريق تركيا، فدي برضو حاجة ممكن تكون غايبة على كثير من الناس. دي شيء غايب عن الناس، ممكن تكون ما عارفاه من قبل. فده جانب. الجانب الثاني نشوف جانب المنح، برضه هناك في منح بتتوفر سنوية، يعني منح مختلفة فيه زي 3 أنواع من المنح تقريبا. المنحة الأولى اللي هي يعني تبع منظمة التعاون الإسلامي اللي هي دي جديانة، طبعا هي منظمة متعاقدة مع جامعات زي 4 أو 5 جامعات في الجزيرة من الجامعات الكويسة جدا في قبرص، فبتوفر منح للدول اللي هي أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، طبعا مغرية جدا، فبيعلنوا عن المنح دي شهر 6 من كل سنة، شهر 6 لحد شهر 8 تقريبا فترتها بيعلنوا عنها. فالمنح دي يعني القبول لها ما صعب أصلا، حتى الإنجليزي إذا ما عندك، طبعا شرطهم اللي هو يقول لك لغة إنجليزية، حتى اللغة الإنجليزية أنت ما عندك إنجليزي وكان نسبتك كويسة سواء كان في الثانوي أو في الجامعة، معدل التخرج إذا كنت عايز ماجستير أو دكتوراه، هيعملوا لك حاجة اسمها بريبريشن، عندك يعملوا لك امتحان بروفيشنسي اللي هو تمتحن بيشوف مستواك، إذا لقوك مستواك ممكن يخليك تدرس، يدخلوك طوال التخصص، ما مستواك تعبان يدوك سمستر سمسترين لحد ما تظبط لغتك وبعدك تخش التخصص. يعني موضوع اللغة ده يعني ما في خوف منه، بس تبغى الشهادة، إذا كان معدلك تمام إن شاء الله وقت المنحة دي بإذن الله هتحصل عليها. كل سنة اللي هي المنحة دي بتوفر، طبعا المنحة دي اللي هي بتشمل الرسوم والسكن والعيشة، يعني يدفعوا لك
رسومك والسكن بتاعك والمعيشة بتاعتك. أما أدلة التذاكر مفترض تقطع أنت، يعني من حجم تشمل التذاكر، تذاكر من عندك مثلا بتاعت الاي تي بي بتاعت تركيا، إنك حتى التذاكر تقطع عليك، أدلة التذاكر عليك أنت، لكن كان كل شيء على الناس المنحة. في منحة تانية اللي هي بتاعت الحكومة التركية بتقدمها لجامعة اسمها الاي ام يو، عن طريق الاي ام يو الحكومة التركية بتوفر منحة للناس، يعني بتدي كل سنة الجامعة الاي ام يو منها تقبل طلاب الحكومة التركية، اللي هي دي برضه شاملة كل شيء، عندي بس خاصة بجامعة الاي ام يو اللي هي جامعة حكومية ضد الجامعة. المنحة للأسف لا ما تشمل الطب، الطب ما في المنح، في المنح ما مضمن، ما في طب في المنح، يعني معظم الجامعات ما بتوفر منح في الطب، يعني المنحتين اللي قلتهم أنا ديل ما فيهم طب، كان منظمة التعاون الإسلامي أو عن طريق جامعة دالية ميو اللي هي جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط. في منحة ثالثة اللي هي بتقدمها الجامعة، طبعا معظم يعني هم شغالين زي اللي يجذبوا الطلاب من دول مختلفة، طبعا أوبرت بتضم حكاية 110 و120 دولة فيها من مختلف جنسيات العالم، فبيقوموا بيقدموا منح للطلاب، يعني بتبدأ من 50 لحد 100%، يعني منحة دي المنحة الخاصة بالجامعات. معظم الجامعات بتعمل حاجة دي، يعني أنت بيدوك منحة على الرسوم، يعني الرسوم إذا مثلا بتغرب 4000 أو 3000 يورو ما بتدفع شيء، بس تدفع حق التسجيل ويكون عليك معيشتك وسكنك والحياة دي. يلا دي منحة ترفع الجامعات دي اللي هي ما بتتضمن السكن والعيشة. يعني سيدي عندنا ثلاثة عندنا ثلاثة أنواع للمنح اللي هي متوفرة في قبرص، فكلها يعني الحصول عليها مصعب، يعني من بين كل المنح اللي ممكن يعني تقابلها أو تلقاها إنه يكون فيها شروط بتاعت لغة مثلا، مثلا معدلات عالية جدا، يعني هسه دي أنت في الماستر والبكالوريوس للماستر ولل ثلاثة ومعدلك ثلاثة وفوق أنت إن شاء الله بتنافس يعني، واللغة ذاتها ما شرط أساسي، بس هي لكن طبعا كده حتديك تعمل لك بوش إذا عندك لغة، بيكون نسبة منافستك عالية جدا. ده بالنسبة للماستر والدكتوراه. أما الناس اللي عايزة تدرس بكالوريوس اللي هي طبعا من 70 وأنت ماشي فوق، دي النسب المطلوبة. أما السفر إلى قبرص طبعا دي حاجة شيء تاني، ناس كثيرة ما يعني بيختلط عليهم موضوع السفر لقبرص. في خيارين للسفر تقريبا بالتحديد من السودان، ممكن يعني اذا شخص جاء قبول من قبرص وعايز يسافر، طبعا مرات اذا جاء قبول وقدمت الفيزا للسفر التركي ممكن تاخد معاك شهر شهرين، ممكن يدوك ممكن ما يدوك ما معروف حسب الظروف. هي طبعا عشان تصل لها لازم عن طريق تركيا، يعني اذا انت مكتوب لك او من الدول المفترض تحصل على تصريح مبدئي مثلا كفيزا الدخول كده لقبرص، مفترض تحصل على الفيزا دي منين؟ من السفاره التركيه. بالنسبه للسودانيين يعني الحمد لله يعني الفيزا دي ماشي شرط اساسي، يعني انت ممكن لو حصلت على قبول نهائي من الجامعه ممكن تدخل بيها المطار، يعني ممكن تتواصل مع ناس الجامعه او مثلا انه عن طريق الخطوط التركيه بخلوك انك يعني تخش فقط بالقبول النهائي بتاع جايك من الجامعه ده، لانه انت لازم تجيب قبول نهائي، تجيب قبول مبدئي في البدايه، بعدك تدفع الرسوم مثلا مبلغ محدد حسب الجامعه من 1000 ل 1500 يورو او دولار، يدوك القبول النهائي، يدوك القبول النهائي، بعد ذلك بتاخذ القبول ده معاك لما انت تجي تقطع التذكره وتجي تسافر بيه. يعني بدل الفيزا ممكن الدخول ده القبول النهائي ده يدخل القبرص، ده بالنسبه للسودانيين. اما في دول ثانيه لا ما ينفع القبول النهائي، فقط لازم يحصل على فيزا من السفارة التركية. في حالة واحدة إن أنت محتاج يعني تاخد فيزا من السفارة التركية، على أساس إذا كنت عندك الرغبة تدخل تخش تخشى تركيا قبل ما تمشي قبرص، يعني أنت في النهاية لازم تخشى تركيا دي، يعني تجي يا مطار اسطنبول، يا تجي مطار صبيحة، يا تجي مطار أنقرة، المهم أيا كان المطار أنت قطعته وأيا كان الخطوط اللي قطعتها لازم في النهاية تجي بتركيا، يعني ما في
دايركت يعني ون واي لقبرص مباشرة، ما في لازم تخشى تركيا بعد ذاك حتى تمشي قبرص. فأنت إذا عايز مثلا تخشى تركيا يوم يومين ثلاثة أسبوع قبل ما تمشي قبرص، فأنت لازم تحصل على فيزا، لازم تحصل على فيزا. فمتطلبات القبول، متطلبات القبول بالنسبة للبكالوريوس، نبدأ من البكالوريوس. مثلا إذا زول داري يدرس البكالوريوس، طبعا هي شهادة سودانية وشهادة ثانوية أو ما يعادلها يعني، اللي هي طبعا تكون نسبتك اللي هو كويسة يعني 70-60 يعني حسب التخصص. يعني في تخصصات يقبلوك من 60، في تخصصات لا أقلها 70 وأنت ما شوف حسب التخصص اللي عايز تقراه. اللي هو طبعا شهادة إنجليزي إذا عندك، أوكي ما عندك طبعا هيعمل لك تيست بعد ذاك بسيط، بسيط ما بسيط، هتخش اللي هي بريبي سكول أو كلها بريبريشن سكول، بتاخد حسب مستواك سيمستر أو سيمسترين. اللي هو الحاجات المعروفة داني البيرسونال فوتو، صورة شخصية، وعندك صورة جواز وما ده بالنسبة للبكالوريوس. يعني سهلة جدا، شروطه ما فيها صعب، حتى مستنداتهم ذات الحاجة سهلة وما كثيرة. أربع حاجات اللي هي ده، صورة شخصية، صورة الجواز، تمام، أربع أشياء. أما ناس الماستر اللي هو الماستر بالإضافة للأشياء، طبعا الماستر اللي هو دايرين الشهادة، شهادة الماستر، التفاصيل، شهادة التفاصيل زائد صورة من الجواز، صورة شخصية زائد السي في، سيرة ذاتية، لغة إنجليزية إذا عنده، إذا ما عنده برضه حيتعمل له امتحان بتاع قدرات أو مثلا مستوى تحديد مستوى. الدكتوراه، يلا من الأشياء برضو الملاحظة هنا، ما يحتاج منك مثلا مقترح بروبوزال، مقترح إذا بحث أو كده إذا أنت عايز تدرس ماستر. أما ناس الدكتوراه هتحتاج بالإضافة للأشياء اللي هي إنك شهادة الماجستير، آسف، الماجستير وتفاصيله، صورة شخصية، صورة من الجواز، سي في، سيرة ذاتية، مقترح بتاع دراسة بتاعت هيكون مشروع بتاعك اللي هتشتغل عليه، هتشتغل عليه في موضوع بتاع الدكتوراه إن شاء الله. فدي المستندات المطلوبة يعني، ما صعبة وحاجات عادية جدا. ما بإذن الله يعني القبول ما صعب نهاية يعني بالنسبة للغبرة. فنجي للجزء بتاع المعيشة، طبعاً ده مهم جداً. المعيشة ككل زي ما قلنا الرسوم في قبرص بنسبة كبيرة أقل من تركيا. يعني أحياناً في بعض التخصصات بتكون نص الرسوم، يعني في قبرص مثلاً إذا 3000 ممكن تلقاها في تركيا تلقاها 6000-7000 كده يعني، مثلاً زي الهندسة في بعض الجامعات. الطب هنا ممكن تلقاها 30000-20000 هناك، 15000 هناك ممكن تلقاها 10000-12000 يورو كده. فأما جانب العيشة شوية قبرص أقل من تركيا هنا. يعني تركيا في العيشة أفضل من قبرص. يعني مثلا أنت لو في مثلا متوسط صرفك في تركيا 150 دولار أو 100 دولار في الشهر كطالب، في قبرص محتاج 150 دولار. إيش يعني نفس المستوى بتاع العيشة اللي بعيش في تركيا هناك هيزيك مثلا هيك هيفرق 50 دولار بالنسبة للعيشة اليومية. السكن الإيجار مثلا في قبرص أنت ممكن أقل شقة مثلا ممكن تلقاها ب 1500 ل 2000 مثلا، نقول من تقريبا يعني السكن الكويس من 2000-2500 أو 1500-2500 في المستوى ده. يعني السكن قريب بعض ما يفرق كبير. يعني ممكن هنا في تركيا تلقى 800-1200 مثلا شقة كويسة، فبرضه هي فرق، لكن الفرق الأكبر في العيشة ممكن يكون.
فيلا في النهاية الإنسان بيقيم إنه يا أخي ممكن يلقى حصول في تركيا ولا لا، لأنه شوية تركيا الحصول على القبول فيها ممكن شوية يكون صعب، بالأخص في الجامعات الحكومية لأنهم بيتطلبوا شروط معينة، نسبة المنافسة عالية جدا. فهي كخيار، كخيار ثاني مثلا لتركيا حاجة طيب كويسة جدا، وشهادتهم محتملة يعني ما شاء الله، يعني حتى الجامعات هناك عندها علاقات واسعة جدا، وعندها مثلا حبوية مع مجموعة من المنظمات التعليمية والبحثية، وعلاقات مع مثلا جامعات أوروبية وأمريكية وكده. فالجامعات يعني المستوى بتاعهم الأكاديمي ممتاز ممكن تقول، والبيئة بتاعهم مهيئة جدا، مستوى الأساس ما شاء الله كويس جدا. فيبقى إنه الحاجة اللي ممكن تأرق الناس أو الحاجة اللي تخلي الناس يفكر، اللي هي مثلا لأن الجزيرة مقطوعة وما لاقي، أو يعني ما محترفة أو محترف بقى من مجموعة من الدول، عشان كده اللي هي ممكن تخلي الناس شوية يفكروا لما يجي يقدموا لها. وخلوا تركيا خيار أول، لكن هي كخيار ثاني بعد تركيا خيار ممتاز جدا. وانت في النهاية لازم توثق شهادتك في تركيا هنا على أساس تكون معتمدة دوليا، انت مش جوا اي مكان، يعني في النهاية انت لازم تيجي تركيا وتوثق شهادتك بعد ما تخلص الدراسة هنا. فأعتقد دي كل المعلومات المهمة اللي ممكن الناس يعني بتدور في بالها أو عايزة تعرف عنها. فإذا في هذه أو استفسارات تانية ممكن الواحد يجاوب عليها إن شاء الله، إذا في ذل عنده شيء. سيد وافي، بالنسبة للأمان كويسة جدا. بالنسبة للأمان يعني هي زي ما قلنا الأشياء الملحوظة هناك، الناس دي عربات بتوقف في الطريق ما يقدر يشتغل بها، يعني الأمان عالي جدا، ما في خوف من هذه يعني، بس الأمان متوفرة الحمد لله، ما في يعني شخص يتعدى على حياة شخص، أو شخص ممكن يعمل حاجة مخالفة للقانون. الأمان فيها متوفر بنسبة كبيرة جدا الحمد لله. أما التحفظ، أنا أتحفظ يعني هي والله أقول لك يعني بالنسبة للتحفظ، أو مثلا يعني المستوى بتاع إذا سألت عن المستوى بتاع الالتزام يعني قصدك في النهاية، طبعا ده هي تركيا طبعا أفضل من ناحية الالتزام، هي ديك لأنها أقرب للجانب الأوروبي، لأنها مع قبرص اليونانية يعني ما في فاصل حتى ذاته، لأنه في النهاية فصول عبارة عن سوق كده، ممكن مدخل تدخل من اليونانية للتركية، فهم أقرب للأوروبيين يعني عايشين حياة الأوروبيين، في انفتاح كده ممكن تقول زيادة. فلكن طبعا يزول في حاله، والناس ما في زول بيسأل طبعا، في حرية الشخص يعمل الشيء اللي هو عايزه، بس لكن ما يتعدى على حقوق الآخرين. بالنسبة للالتزام وبالنسبة طبعا تركيا أفضل، يعني تزري من هذا الشيء. أتمنى أن أكون فهمتك صح، إذا ده سؤالي. أعتقد ما في شيء تاني. نعم، فيها تخصصات طبية. نعم ممكن أرسل لك يعني في أي تخصص تقصدي، يعني معظم التخصصات موجودة. نعم معظم التخصصات موجودة. طيب يا نعم باشمهندس، نعم كلام جميل، وقدمت إضاءة زي ما قال مفيدة ومختصرة عن الدراسة في قبرص، عن قبرص بصورة عامة.
للناس اللي بتسأل، أنا متابع في الأسئلة في الفيسبوك، يعني الناس اللي بتسأل عن المنحة التركية، يعني المجموعة بتاعت المنحة التركية للسودانيين اللي نحن عايزين نعرض فيها التسجيل ده، حصل فيها قبل كده قدمنا يعني جلسات كثيرة، أو في كلام كثير اتكتب الناس تطلع عليه قبل ما تسأل، يعني كل شيء عن المنحة التركية، سواء كان عن التقديم، زمن التقديم وطريقة المقابلة. آخر فيديو عملناه قبل شهرين تقريبا عن كيف تستعيد للمقابلة، بمشاركة من شباب رائعين جدا من روابط طلاب السودانيين باسطنبول، بسكاريا وبأنقرة. وهسي الباشمهندس زي يتكلم بصورة عامة عن المنحة بتاعت قبرص الشمالية، أو زي ما بيسموها بالتركي كي كي تي جي، زي قبرص تركيا جمهورية، يعني جمهورية قبرص الشمالية التركية. هي طبعا زي ما قال الباشمهندس إلى الآن هي معترفة فقط بواسطة تركيا، عالميا ما في دولة تانية معترف بها تقريبا. فيها قوات حفظ السلام تفصل بين القبرصين، صح؟ نعم نعم الأمم المتحدة موجودة، نعم موجودة حاليا موجودة أيوة، الأمم المتحدة تفصل بين بين القبرصين، لكن نظامها التعليمي النظام كله هو النظام التركي. تركي، الجيش ذاته والشرطة الحاكمة هناك هو تركي، الجيش تركي، ما عندهم جيش أصلا، يعني حياتهم تركية، هم أصلا تراجع اللغة التركية اللغة الأساسية السائدة. كلام جميل. في سؤال في الفيسبوك، شهود بتسأل بتقول في تخصصات كلاود نتورك ماستر، في النيتورك موجود، واحد في بيسأل محمود نيتورك، بيقول المنح دي بتفتح متين؟ المنح شهر 6 تمام، شهر 6 ل 8 في الفترة دي تقريبا بس انتهت أنا أعتقد، لكن أترقب شهر 2 ولا شهر 2، لأنه في سمستر عندهم السمستر الصيف سمستر الخريف والشتاء، أحيانا بيكون في مثلا زي شواغر أو مثلا في فرص، مثلا الناس اتقبلت ميات أو مثلا ما يلقوا العدد اللي هو المطلوب، فبيقوم يفتح فرص مثلا لعدد محدود شهر 2 يعني بإذن الله، أقول أترقب. طيب يعني دي ميزة إضافية على المنح التركية، إنه المنح بالضبط فرص بتفتح بالضبط في السنة مرتين. أيوة بالضبط بالضبط، يعني عادي السكر السنة مضت فتحها مرتين، يعني شهر 6 وثاني شهر 2 لنهاية السمستر الصيف، سمستر الشتاء وسمستر الخريف. كان كلام جميل. طيب ما في سؤال تاني تقريبا، يمكن عشان أعلننا عن الفاعلية دي اليوم الصبح فقط، الحضور ناس ما ما كان زي ذاك، لكن ان شاء الله حتكون الحلقه بتكون مؤرشفه في قناه الباحثين في اليوتيوب، وحتكون تمام موجوده في المجموعه بتاعت المنحه التركيه. تمام تمام في تحت اي لحظه اي زول عنده سؤال ممكن، ايوه اذا عندي استفسار ممكن كنت راسلني عادي ان شاء الله، واي تفاصيل عايز ان شاء الله نملك ولا يعني ما في اشكال. كلام منه. تقريبا هي ما فيها فرق كثير طبعا عن المنحة التركية زي ما انت اتكلمت، وبكرر للمرة الثانية يا جماعة، اي زول عنده اهتمامات داري يعرف عن المنحة التركية يخش المجموعة بتاعت المنحة التركية للسودانيين، يفتش البوستات القديمة، في بوستات مثبتة، وخصوصا البوست على السماعي، تقريبا البوست مثبت من 2013، فيه كل التفاصيل الزول محتاج لها عن المنحة التركية قبل ما يسأل عن الحاصل. بعد ذلك ان شاء الله في تسجيلات برضه بتلقوها كلها موجوده، اي زول عنده سؤال او استفسار يفتش، اذا ما لقى بعد ذلك يسال. طيب يا باشمهندس، طبعا معظم الاهتمامات زي ما الاستاذ هسه سالك، نهال بتقول انه نسبه امانه للبنات ومستوى التحفظ. لا 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 قلت لها بالنسبة لمستوى الأمان عالي، يعني ما في أشكال، أنا أتذكر يعني سنتين القاعدة دي بستغرب طبعا، بلقى العربات واقفة وبلقى يعني الناس طالعة، يعني ممكن ما في حاجة اسمها حتى زي عندنا هناك حوش ولا تضخ العربية ولا كذا، العربية دي قاعدة في الشارع ما بيشتغل بقى، وما في زول يسأل، زول تيجي ماشي الساعة 2 صباح 3 صباح، بس الأمان عالي يعني، إلا كان حوادث فردية وشاذة جدا، يعني ما في مشاكل كثيرة، ما في مشاكل. طيب على الأقل عايز منك بس تاني تكرر النقطة اللي تكلمت عنها، إذا عندك قبول نهائي من جامعة معينة ما بتحتاج لفيزا، الناس المفروض بالنسبة للسودانيين نعم نعم تفهم نعم منه في، الكلام ده، ما معناه إنك بتخش من مطار اسطنبول حتعمل كونكشن طوال. لا 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 يلا، ده في حال إنك أنت مثلا ماشي قبرص مباشرة، مثلا مقاطع تذكرة وماشي قبرص مباشرة تمام، حصلت على فيزا، حصلت على قبول نهائي من الجامعة، تواصل مع الجامعة
تمام، يقوم إذا قطعت على الخطوط التركية، الخطوط التركية تتواصل مع المكتب تمام بتاع الخطوط التركية. أنا ماشي غبرة الجامعات هنا زي متفقين مع الخطوط التركية إنه مثلا الطلاب يخلوهم مثلا يسافروا أو يقطعوا بالقبول النهائي للجامعة الجايين من الجامعات تمام. يعني إنك حصلت على قبول نهائي ممكن عن طريق الخطوط التركية، طبعا دي بضمنها عن طريق الخطوط التركية، لكن الخطوط الثانية أنا ما أعرف لأنه ما حيخلوك تركب بدون فيزا. ماشي بأي خطوط تانية، جاي إسطنبول أو تركيا بأي خطوط تانية لازم تاخد فيزا، لكن الخطوط التركية ممكن طبعا، لأن أصلا هي لما تيجي كونكشن في إسطنبول ما في أي خطوط تمشي قبرص إلا تركيا وبيجاسوس حاليا. أنت وبيجاسوس دي ما بتجي السودان، عشان كده هي الخطوط التركية الوحيدة. أما إذا أنت مثلا أخذت التركية السعودية والمصرية والإماراتية هتجيبك إسطنبول، وتاني خلاص بتجيب هنا عشان أنت تمشي قبرص لازم تقطع في تركيا أو بيجاسوس. وفي الحالة دي ما أنت لما تيجي من السودان هناك ناس الإماراتية والسعودية وغيرها ما حيسمحوا لك تركب الطائرة بخطاب قبول ده التركية ممكن، لكن باقي الخطوط لا. عشان كده للضمان الواحد ياخد الفيزا دي، ده داري خط تاني خطوط تانية، أما تركيا ممكن يسمحوا له عادي إن شاء الله جاي من السودان. كلام يعني. الناس ما تخلدوا يا جماعة، زول اللي جاه قبول نهائي أيوة. فقط من جامعة في قبرص ممكن يسافر فقط إذا كان مسافر بالخطوط التركية من التركية خرطوم نعم كونكشن في اسطنبول لقبرص وبعدها مباشرة، يكون لقبرص من غير فيزا. من غير فيزا ما داري تدخل تركيا، لكن لأنك أيوة. ما حتقدر تدخل تركيا بدون فيزا. طيب في بعض الشباب مثلا واحد يقول جاء قبول بطريقته الخاصة لكن بعد ما يمشي قبرص عاوز يفتش له منحة، في فرص انه بعد ما هو جاء قبول عام او قبول بقروش على قبرص ممكن يكون يلا يمشي في جامعة شيء في ثاني قبرص ممكن، ينقل له منحة داخلة. ممكن ما في شيء ممكن أكون ما ذكرته في يعني أنت ممكن زي ما المنح عادي ممكن، يعني أنت بتقدم منحة بعدك تعمل ترانسفير مثلا إنك في أولى تواصل من ثاني وثالثة كده، وبالإضافة لذلك في المنح بتاعت التميز لازم التميزين، يعني مثلا عملت معدلك 3.5 وأنت ماشي 3.75 و70 الجامعة بتديك منحة يعني على الرسوم 100% 75% 100% زي ما بيحصل عندنا هناك، يحفوك من الرسوم كلها مرات، مرات يدوك 75% منها من الرسوم. برضه ممكن اللي هي المنحة زي ما قلت لك بتقدمها منظمة التعاون الإسلامي أو الحكومة التركية، ممكن تقدم على وأنت هناك يعني عادي ممكن ياخذوك فيها وتواصل من متى فيه، يعني اعتبارها منحة ترانسفير يعني من محل التواقف تستمر. يعني ممكن طالب يجيه قبول في جامعة من الجامعات بتاعت قبرص وخلال دراسته يقدم لمن حد نسبة التعاون الإسلامية أو ممكن جدا مباراة تكملة كمل بس. طيب إلى الآن تقريبا غطينا كل شيء، ما في أسئلة نحاول نتابع في مجموعة الفيسبوك في أسئلة من ذلك. نكرر يا جماعة إنه منح في قبرص الشمالية بتفتح في السنة مرتين، يعني احتمالية أو متوفرة أكثر من المنحة التركية، لكن أو دي فرصة في المنحة التركية معظم الشروط الناس بتواجهها اللي هي شرط العمر، واحد بيكون اتجاوز العمر المعين، هل ايوه المنح بتاعت قبرص مربوطة في العمر؟ ذكرتني ما مربوطه بالعمر الحقيقه. الميزه الكويسه فيها برضو ما مرتبطه بعمر معين، يعني ما حتى في شرط المنحه ما تلقاها بيقول لك عمر محدد، يعني ما كان دين عمر يعني المنافسة بالشهادة فقط. بالشهاده دي تقريبا برضو ادفانتج على المنحة التركية، المنحة ايوه التركية مربوطة بالعمر والكوتا ايوه زي ما فعلا يسموها. بالضبط. حد السنه اللي مضت دي ما مربوطه بعمر منحه القبرصيه، ولازم تكون مربوطه الان. كلام جميل. طيب الآن أنا غطيت تقريبا كل في مجموعة الفيسبوك، إلى الآن ما في أسئلة لكن لاحقا هتكون طبعا في أسئلة. نكرر يا جماعة، الزول اللي عنده استفسارات عن المنحة التركية أول شيء يطلع على الموجودة كلها في مجموعة المنحة التركية للفدائيين التابعة لمجموعة الباحثين، بعدها يجي يطلع على الفيديو ده قدم باشمهندس محمد بلال عن المنح بتاعة قبرص وفرص الدراسة. إذا ما فيهم شيء بعد ذلك ممكن نسأل، وإن شاء الله إحنا هنحاول ننسق في الفترة الجاية لتسجيلات تانية مع شباب متواجدين الآن سواء كان في قبرص أو في تركيا.
أي إضافة يا باشمهندس؟ أنا أديك العافية، وإن شاء الله الناس تكون استفادت. وماشي، إلى حتى لو مثلا يعني ناس سألت كثير، ممكن بعد ذاك تعمل جلسة لاحقة إن شاء الله تعلن عليها بدري، لحد ممكن يعني نجاوب على كل استفسارات الناس تحصل على المعلومة كاملة. زي ما قلت أنت، ممكن الزمن يكون ضيق، أعلنت عنه الناس ما حضرت بعدد كبير، ممكن بعد ذاك تنسق لواحدة ثانية إن شاء الله، على تعلن لها بدري، وبعد ذاك الناس تحضر إن شاء الله. نعم جميل، شكرا لزملك يا باشمهندس، وإن شاء الله يا أخي نشوفك في جلسات تانية. يديك العافية يا أخو، إن بارك شاء الله الله الناس ما فيك، استفادت. يلا يديك العافية باش. بارك الله.